الحزب اللي 25 سنة وهو يمارس في المشهد السياسي الوطني واللي مر بعدة أزمات، ماشي الأولى، هنا في 2003، في 2007، في 2009، في 2012، 2011، 2016، قادر طبعا قادر باش ليس فقط لكي يبقى ولكن قادر باش ترجع القوى ديالو ان شاء الله. النقاش الدائر حول الراعي الاول المؤسس والراعي الثاني، يعني تسليم المشعل هذا الراعي الثاني، هذا واش هو نقاش في التقدير ديالكم صحي ولا انه نقاش يعني اللي ربما غيخلق واحد الشرف؟ اي حاجه اللي كدار داخل المؤسسات هي صحيه، هنا داخل المجلس الوطني اي كلام يتقال من هذا النوع او من غيره كنعتبره انه طبيعي يتقال، لكن خارج المؤسسات بعض الاحيان ملي بعض المفردات بعض المصطلحات كتخرج على السياق ديالها، اما داخل المؤسسات كلشي انت كتعرف ان حزب العداله عنده قاعده ذهبيه ان الراي حر والقرار ملزم، وبالتالي نحن سنذهب الى المؤتمر الاستثنائي نختار القياده ان شاء الله. اليوم درنا عده قرارات، اولا القرار الاول هو انه غنديروا اللجنه ديال رئاسه المؤتمر اللي فيها اربعه ديال الاخوان يترأسهم جمال المعتصم، قررنا باش نديروه قبل نهايه اكتوبر. قررنا ثالثا اننا ربما يكون قرار ديال المؤتمر العادي انه عوض يكون في الوقت ديال يمكن يتاخر واحد شويه، ودابا الان كنناقشوا واش غنديروا بيان ولا ما نديروهش، وطبعا اللي غيدير البيان اللي غادي يدير الخلاصه ديال النقاش اللي كان عندنا، ومنها بان حزب العداله والتنميه دخل العمل السياسي وعارف سيصعد وسينقص وسيصعد وسينزل، وعارف بان هذه السياسه ماشي دائما رابح صحيح، ولكن السياسه كذلك هي انك ملي كتكون مظلوم خصك تعبر على الظلم ديالك. حنا فاش قلنا في البلاغ او قالت الامانه العامه بان النتائج غير منطقيه غير مفهومه لا تعكس يعني المشهد السياسي لا تعكس قوه الحزب، حنا واضحين اكثر من ذلك ما يمكنش نقوله، هو هذا يعني اننا حنا هاد الضرر الذي لحقنا راه حنا غاضبين عليه وما عجبناش. اشكاليه فريق برلماني، واش بديتوا تتنسقوا مع شي كتله برلمانيه لتشكيل فريق؟ حنا لحد الساعه النقاش ما فتحناش، ولكن التوجه العام في الغالب سنبقى كمجموعه، لانه الخيارات اللي مطروحه حدانا اولا محدوده، وثانيا انه حنا غادي نبقاو 13 ديالنا سواء كمجموعه او كفريق غادي نبقاو في المجموعه ديالنا ان شاء الله.